بالمناسبة كمان النهاردة كان في خبر كان متصدر المنصات التواصل الاجتماعي، وهو أن السلطات الإماراتية تقرر تغريم ثلاثي الزمالك 600,000 درهم. قررت السلطات الإماراتية بأبو ظبي تغريم ثلاثي الزمالك نبيل دونجا ومحمد صبحي ومصطفى شلبي 600,000 درهم غرامة على هامش أحداث الأمس مع أحد أفراد الأمن. طبعا ده شق آخر غير الشق الرياضي، ولكن الشق الرياضي فين اتحاد الكورة من توقيع عقوبات على دونجا وصبحي ومصطفى شلبي؟ مش في لائحة بتقول إن لو حصلت اعتداء على أي عناصر من المنظومة اللي موجودة داخل الملعب بيكون في إيقاف لهؤلاء اللاعبين؟ هتقول أصل لائحة السوبر غير لائحة الدوري غير لائحة الرابطة. القرارات الانضباطية ما بتعرفش إن في فرق ما بين بطولة وبطولة. القرار الإداري أوكي بيسرع الدوري والسوبر لأ، لكن القرار الانضباطي بيسرع على كله. فين المراقب من الموضوع ده؟ واللي كان حاضر النهاردة الجلسة اللي حصل فيها تغريم الثلاثة 600,000 درهم؟ للأسف لا إجابة ومحدش بيجاوب علينا.